صباح الخير أهالي ينوحجز وخاصة لأهالي ملونة الأعزاء. إحنا مستمرين في فتح الشارع واليوم عم بيشتغلوا مع الكورونا، إحنا عم نشتغل وطبعا كله حسب قوانين وحسب تعليمات وزارة الصحة. الأخ حسن عم بيشتغل الشارع هذا، إن الله رد بدي نفتح هذا الشارع اللي مبين لغاد صار عليه كركار والناس عم تمرق عليه والحمد لله، وهذا الشارع إن الله رد بنكمله. وهون كمان بدي أقول شكرا لجيران هذا الشارع اللي هن تفهموا الأمور وأعطونا ومدوا يد العون، وخاصة الأخ رايق فرج على التفهم وعلى الموقف المنيح والمشرف اللي عمله. أخ رايق شكرا لك كثير باسم كل التشابين في ملونة، وإن شاء الله مش رحين نوقف وبدنا نستمر ونعمل بعد وبعد وبعد أشياء. ومبروك لأهالي ملونة الشارع، وإن شاء الله نضبطه ونعمله كيف لازم وكيف مخطط. شكرا.